هذا الموضوع كلش مهم. كل سنة أو كل كورس راح يجيكم من عنده سؤال أو سؤالين بالامتحان النهائي اللي هو reduction of a simply distributed load، كيف نبسط الحمل عندما يكون حمل موزع. شوف الحمل الموزع حمل صعب التعامل معه، فحتى نحوله إلى مقدار كمي نحوله إلى قوة معلومة المقدار على مسافة معلومة. هذه هي المبدأ مالته، إنه هي موزع نحوله إلى قوة مركز على مسافة معلومة. هذا هو بس الـ 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 ببساطة كل شيء. طيب to understanding the simple distributed load system، لازم نفهم كيف عن الـ simply distributed load شلون يأثر على المنشأ أو على البيم أو على الإليمنت اللي عندنا، وبعدين إيش نعمل له، نعمل له reduce a simply distributed load to a resultant force، قوة محصلة having a specified location على مسافة معلومة. هي هاي بس ببساطة اللي صار. شوف عندي مثلا لو كان عندي uniform distributed load مثل ما موجود أمامكم الآن، هذا القوة يعني الحمل ما راح يكون مثل ما هسه حكينا قبل شوية كان 100 كيلو نيوتن و 150 كيلو نيوتن، لا راح يكون الحمل كيف؟ راح يكون حمل موزع distributed، فراح نحوله إلى ما يكافئه. أتشوفون هذا الـ FR، هذا الـ FR هو المحصلة، هذا الـ FR هي المحصلة، محصلة هذا الحمل. يعني هذا الحمل ننسانه ونعتبر بس FR موجود ونحطه على مسافة محددة، لازم أحتاج X داش وأحتاج FR. هذه ببساطة. هاي كنا أخذتهم قانون الرياضيات، أنه أنا لو أريد أوجد أي مساحة، أي أحول أي قوة، لازم إيش أعمل؟ لازم أوجد التكامل لهذه المساحة. فتكامل لهذه المساحة، بس هسه ما عندي مساحة، عندي وزن، راح يكون عندي تكامل من الصفر إلى L لطول L لW، هذا الحمل الموزع W dx على المسافة x اللي هي باتجاه x، راح يعطينا إيش؟ راح يعطينا الأريا. إذا أريد الماجنتيود، إذا أريد قيمة هذا المسافة x داش، راح يساوينا من هذا القانون نطلعه. X داش راح يطلع لنا من قانون اللي هو أضرب المساحة في الإيش؟ في المسافة، أقسمه على المساحة يعطينا X بار اللي هو السنترويد أو المركز ثقل هذا الشيء. طبعاً جزء بالتيرمز هذا وبالنورمز هذا جزء ما تفهمه كثير مليح، بس هسه خلينا نجرب نأخذ مثال ونشوف كيف ممكن نحله بهالطريقة. شوف لو عندي هذا البيم وعلينا هذا الحمل الموزع اللي هو إيش قداته؟ 60 x سكوير نيوتن لكل متر. هذا معادلة هذا الخط المستقيم، معادلة هذا الخط المنحني. طبعا نحن نحتاج ايش؟ نحتاج نعرف القاعدة. لو عوضت عن x سكوير ب 2 ايش قد يعطينا؟ يعطينا 240، يعطينا القاعدة ايش قد راح يكون. اوكي، فحتى نحله هذا ناخذ ايش؟ ناخذ شريحة بسيطة منه هذا، ونعتبر هاي الشريحة dx ونرجع نحلها. فكيف راح نحلها؟ شوف ببساطة الـ FR المحصلة راح يساوي لنا تكامل في الـ DA. فايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي 60x سكوير في DX. DX هاي سمك الشريحة اللي عندنا. والتكامل، حدود التكامل من ايش قد؟ من الصفر، من الـ O إلى 2. واضح؟ نرجع كامل أنا وبعدين أعوض الحدود تطلع لي القوة المحصلة إيش قد ذاتي، راح تكون عندي 160. يعني ممكن أستغني عن هذا الخط المنحني وأحوله إلى إيش؟ إلى قوة واحدة مقدارها إيش قد؟ 160 نيوتن. واضح؟ طبعا إذا أريد السنترويد ال 160 راح تكون عندي موجودة. فشوف ال 160 أخليها بالمقام، ما عندي مشكلة، أرجع ألحق على البسط. إيش راح يكون عندي؟ تكامل x dA، x موجودي والدي اكس ايش قد ذاتي؟ معادله المنحني 60 x سكوير والاكس موجوده. اكامل هذه اوكي واعوض حدود التكامل اقسمها على 160 راح تطلع لي 1.5 متر. معناته ايش؟ معناته هذا الحمل الموزع اليونيفورم ديستريبيوتد لود اللي هو 260 x سكوير اللي نيوتن لكل متر على بيم طوله بيم 2 متر، ممكن استغني عنه هذا
واخلي قوه واحده اللي هي اش فاقت 160 على مسافه 1.5 متر يعطيني نفس التاثير على البيم. واضح؟ احد عنده سؤال علينا هذا؟ جدا مهم قبل ان اعبر على غيره. لازم تفهمونه كيف. فهذه كيف، بس انا ما راح اجيب لكم كيف في الامتحانات نهائيا، راح اجيب لكم ايش؟ دائما راح اجيب لكم اما مثلث او مستطيل حتى يكون اسهل من هذا بكثير. واضح؟ طيب. هذا مثال اخر ممكن تحلوه انتم بعدين، موجود هون التفاصيل. راح احول على الورقه وحتى تفهمون، اعطيكم هنتس حتى نعملها حيل بسيطه حتى راح اوقف البرزنتيشن. نرجع الورقه، شوف. عندنا ثلاث انواع من الديستريبيوتد لود، او راح اختصرها لك محمد نوعين فقط، اما مستطيل وارتفاعه معلوم. يعني هذا الارتفاع اش عدد، خلينا نقول 20 مثلا، خلينا نقول نيوتن لكل متر، وهذا خلينا نقول 3 متر. اوكي، هذا حمل موزع، او هذا ريكتانجل، او ايش؟ تريانجل اللي هو مستطيل. غير هذول النوعين ما راح اجيب لكم. واضح؟ جدا مهم تفهمها اليوم حتى ايش؟ حتى تاخذ بها درجه في الامتحان مع الكورس. خلينا نفترض انه هذا ايضا يكون عندي 20 نيوتن لكل متر، وهذا ايضا خلينا نفترض انه هي 3 متر. كل الاحمال اللي تجي نحولها الى هذول الاثنين، اما مستطيل او مثلث. واضح؟ نجي كيف نحول المستطيل؟ المستطيل نحوله الى قوه واحده بمكان هذا، خليني هنا بالوسط واشيل المستطيل كله هذا، اعمله داش. اضرب مساحه المستطيل، ايش تساوي لنا مساحه المستطيل؟ انت قولوا لي. طول في عرض. طول في العرض، فراح يكون عندي الاريا ايش عندي هذا؟ او ايه هذا الاف ار؟ راح يساوي لنا اف ار، راح يساوي لنا الاريا، راح يساوي لنا طول في العرض. اكتب لكم اياه بالعربي. الطول في العرض. اف ار ايش راح يساوي لنا؟ الطول ايش قد؟ 3، في العرض ايش قد؟ 20. شوف وحدته ايش هذا؟ هذا متر. وهذا وحدته ايش؟ نيوتن لكل متر، وهذا وحدته متر، المتر وين راح؟ صفر. فايش صار عندك؟ 60 نيوتن. واضح؟ احد عنده سؤال علينا هذا؟ واضح دكتور. واضح. المركز مالته هذا اكس داش كم؟ 1.5. مركز المستطيل ايش قد؟ 1.5، 3 على 2 راح نكتبه 1.5 متر. اوكي؟ فهذا راح ارسمه بهالبساطه، اكتب هالشكل واكتب عليه ايه الشكل، اكتب اف ار يساوي لنا 60، واخلي هاي المسافه اكس داش يساوي لنا ايش قد؟ 1.5 متر. ولو بالحقيقه هو ايش هم؟ هو حمل موزع، بس ايش ما موجود، شلنانو حولنانو الى قوه واحده مقدارها 60 نيوتن على مسافه اكس داش 1.5 متر. واضحه هذه؟ احد عنده سؤال عليها؟ سهله ما تمام؟ نجي المستطيل ايش راح يكون؟ المستطيل الاريا مال المستطيل ايش راح يساوي لنا مساحه المستطيل؟ دكتور هو مستطيل مثلث، مثلث نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة راح اكتبها بالعربي في الارتفاع. اوكي، نجي الاريا، الاريا راح يساوي لنا ايش؟ راح يساوي لنا اف ار اللي هو هذا.
فاشرح ثواني انصف القاعده ايش قداتها؟ 3 متر في الارتفاع، ايش قدات الارتفاع؟ 20 نيوتن لكل متر. شوف المتر وين راح؟ هنا المتر مع هذا المتر راح، الوحدته ايش صار؟ اف ار يساوي لنا 20 في 3 60 على 2 30 نيوتن. شوف اشنو الفرق هذا عن هذا؟ شوف هذا 20 ومستطيل، هذا اشنو؟ مثلث نص يعني اذا 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 خلينا مثلث اللاخ هنا يم قدام فوقه راح يصير كم مثلث؟ مثلثين، ويرجع ايش قد يصير؟ يصير 60، يرجع مثل ما هذا، واضح؟ بينما هو هسه ايش قد؟ نصف المستطيل، راح يعطينا اف ار قيمته 30، نصف القاعده في الارتفاع. ظل المركز مالته، المركز مالته هسه لو عندي مثلث اني وهذا المثلث امسكه، منين امسكه حتى يتوازن؟ بالثلث الاول من جهه ال 20. اريد اعطيكم صوره فشيء حتى تشوفوا. خليني افرض انه عندي انا هذا المثلث، خليني اصغره طبعا، عندي هذا المثلث، حتى اشيله هذا المثلث او حتى اخليه وين اخليه يتوازن؟ هنا اخليه يتوازن، لو اخليه بالنص يتوازن، لو اخليه هنا يتوازن، شوف لو احطه بالوسط هنا، لو احطها هنا، لو امسكها منها واحملها منها، يعني اذا اشيلها منها من هالمكان هذا اشيله راح يفر، بينما حتى اشيله ويكون متوازن لازم اخلي ايدي بمكان ما هون قريب على ايش؟ قريب على القاعده. فالسنترويد مال المثلث وين راح يصير؟ قريب على الايش؟ على القاعده، واضح؟ قريب على القاعده. فدائما من تجيك مثلث اخذه قريب على القاعده يساوي ايش قد؟ ال على 3، يعني 3 على 3 أو يساوي لنا L على 3. إذا كان 6 فيصير عندي 6 على 3. فايش قد عندي 6 على 3؟ راح يكون عندي 1. 1 من ايش؟ من جهة القاعدة. ومن الصفحة الثانية جهة راح يكون؟ راح يكون 2 متر. واضحة المسألة المثلث شلون راح يكون؟ هسه نجي نحوله مثل هذا الثاني، نجي نحوله هنا نسوي equivalent. راح نرسم 3 متر الطول الكلي. وراح نحطه وين؟ اف ار، نحطه على مسافه 1 متر منه، راح نقول اف ار يساوي 30 نيوتن، وعلى مسافه ايش قد؟ اكس داش على مسافه 1 متر منه، ومنه ايش قد؟ اكس داش اذا عرفنا من الثانيه اكس 2 راح يكون على مسافه 2 متر. واضح؟ نرجع، هذا هو بالحقيقه شلون هو؟ هو بالحقيقه بهالشكل هذا. حمل موزع القاعدة مالته 20 نيوتن لكل متر، حولته إلى اف ار 30 نيوتن على مسافة 1 متر من القاعدة، 2 متر من الرأس، أو هاي المسافة دائما ايش قد؟ قلنا ال على 3، ال على 3. وهاي المسافة الثانية منها ايش قد هذه؟ 2 ال 2 ال على 3. هذا اذا ما افتهمتموا قولوا لي هسه حتى نحله. كلكم فاهمين هذا؟ يا شباب واضح دكتور، واضح عند الكل، واضح هذا؟ بالنسبة لي ما شاء الله واضح. تمام، واحد. لو اي شيء يجينا، طيب لو جاك المثلث بالعكس بهالشكل هذا، وهذا قال لك 20 نيوتن، نعم 20 نيوتن لكل متر، وقال لك هذا 6 متر، كيف راح نحله هذا؟
احنا نرسم نفس الطول ونحط اف ار وين؟ قريب من القاعدة. نقول اف ار قبل يساوي لنا 20 في 6 قبل، حتى سريع، 20 في 6 على 2 ويساوي لنا 30 ايضا نيوتن. بس شو 20 في 6 على 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 2 ايش قال يساوي لنا؟ 60، وصحيح؟ والمسافة 2 والمسافة منها ايش قال؟ 2 متر. ليش 2 متر؟ لانه 2 ال على 3، واضح؟ 2 ال على 3، واضح؟ طيب لو جانا سؤال اخر وقال لنا هالشكل، مستطيل ويم مستطيل اخر، وقال لك هذا 20 وهذا 10 او هذا 15 نيوتن لكل متر. لازم تسألني هنا تقول لي ايش قد المسافات؟ كيف راح نحل هذا هسه؟ 15 في 3 راح ارجع اقول شوف اتي عندك، عندك حلين، شوف عندك عده حلول حتى انت بس تتعلمها. عندك هاي المسافه تحوله بالوسط ماله، اجي اكتبه هنا بالوسط. أقول هذه هنا وهذه الأخت هنا، هذه قيمتها ايش قد؟ اف ار. أقول اف ار 1 يساوي لي 15 في 3 على 2، لو ما يصير ما يحتاج، لا ما يحتاج، ما يحتاج 45. ليش؟ لأن هذا مستطيل. الثاني هذا اللي خليني أكتبه بلون آخر، هذا ايش قد راح يكون عندي؟ 20 في 2 20 في 2 ويساوي لنا 40 نيوتن. اوكي نرجع، هاي المسافه منا لهنا ايش قد؟ 1.5 واحد منا 1.5، 1 واحد 2.5، وهنا ايش قد بقت؟ بقت 1 متر، صحيحه؟ علمناها ليش؟ لان عندي 1.5 منها وعندي 1 منها صار 2.5، واضحه؟ باعتبار هذه الى هنا 1.5 وهذه 1، واضحه؟ ممكن نحلها بطريقه اخرى هذه؟ نعم ممكن. شو اقول؟ باو علي، اقول ايه هذه؟ اخليها تمشي وياها هاي، وقسمها لمستطيلات، اخليها بالوسط هالمره، لا مو مستطيلات، امشيها هنا 15 في ايش قد؟ في 5، 15 في الاكتب الازرق 15 في هذا 4، 15 في 5 75 وعلى مسافه ايش قد؟ 2.5 متر، 2.5 ومنها 2.5، ظل هنا وحده صغيره اخليها، ايش قد راح تكون قيمتها؟ راح تكون 15، انا اخذت هاي كلها 15، قلت هاي الفضله ايش قد هاي؟ راح تكون قيمتها 5، 5 فراح تكون عندي 5 في ايش قد؟ في 2 ويساوي لي 10، فعندي 15 في 5 ايش قد؟ 75 75 نيوتن، وهنا ايش قد؟ عندي 10 نيوتن. هاي المسافة منا لهنا ايش قد؟ 1 متر. واحد. يعني هذه تصير وهاي تصير، اثنيناتهم ترهم. واضحة؟ 2 متر. أحد عنده سؤال عليهم هذولا؟ لو كان عندي مستطيل بهالشكل، هاي 3 6 متر وهاي خلينا نقول 3 متر وهذا خلينا نقول 20 نيوتن لكل متر،
وهذا شنو؟ لود حمل الموسع. شلون احوله هذا؟ نقسمه. شوف تقدر عليه جوا او تقدر فوقها هنا تقدر تحطه. هنا المحصلة وين لازم تصير؟ تصير قريبة على القاعدة هذه. فلازم احطها هنا. البعد واحد. واكتب FR واحد. لهذا المثلث. وش قد راح تكون قيمته؟ راح تكون عنده الشين في ثلاثة على اثنين. على اثنين. ويساوي ايش قد؟ 60 يطلع الحل. 30 نيوتن. 30. اوكي. والمسافة منا اللي هي ايش قد؟ 1 متر منا. 20 ايه. 2 متر. 30 ايه. الثانية ايش قد راح تكون عندي؟ بالأزرق سويت FR2 راح تكون ليش لهذا؟ هذا يطلع 60. ايش قد راح تكون قيمته هذا الـ FR2؟ راح يساوي لنا 20 في القاعدة ايش قد؟ 6 6 على 2 ويساوي لنا 6. هسه بنرجع ارجع احطها جوا اقول هذه FR1 ويساوي لنا 30. شوف الثانية من أحطها شوي لازم أحطها ضعفها حتى أميزها تكون أكبر منها. FR2 وقيمتها إيش قد؟ 60 نيوتن. نجي هاي المسافة من هنا إيش قد؟ 2 متر. واحد. اثنين إيه. ومن هنا لهنا إيش قد؟ أربعة. أربعة متر. طيب. هنا أكو قاعدة. هنا 2 متر وهنا 1 متر. هاي المسافة اللي بقت إيش قد؟ ثلاثة متر. ثلاثة. واضح؟ مجموع المسافات شوف نعده ثلاثة وستة تسعة. هنا ثلاثة ثلاثة واثنين خمسة وأربعة تسعة نفس المسافة. أوكي؟ حتى ممكن أيضا من تخلص ممكن أنت أيضا تحطهم بالشكل حتى تتخيل الوضع. واضحة هذه لو صعبة؟ إحنا ما أظنها صعبة. طيب احد عنده سؤال عليها هاي قبل لا نحول عليها؟ طيب هسه لو كان عندي في مثال اخر عندي هالشكل هاي 2 متر وهاي 3 متر وهذا 20 وهذا 30. كيف راح نسوي؟ ايضا راح اقول على هذه الشرح تساوي لنا FR1 30 في 2 على 2 ويساوي لنا ايش قد؟ 30. 30. الثانية هذه هاي المسافة من هنا ايش قد؟ 20 في 3 على 2 هاي المسافة واحد لا هذا راح يصير ثلثين ثلثين الأرض فاثنين على 3 من 2 راح يساوي لنا 4 على 3 واضح؟ هذا اللي بقى ايش قد هذه؟ ثلث ثلث دكتور بس هاي ما ثلثين هاي المسافة منا لهنا 2 على 3 L وهاي المسافة ثلث L على 3 ف 2 على 3 من ال L وال L 2 فراح يصير ايش قد عندي؟ 2 على 3 من ال L وال L 2 فيصير عندي 4 على 3 والصفحة الثانية ايش قد راح تصير عندي منها؟ 1 على 3 في 2 راح يصير 2 على 3 شوف إذا جمعناهم هذول كلهم ايش قد راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 4 على 3 زائدا 2 على 3 اجمعوهم جمع جبر ايش راح يصير عندي؟ 4 زائد 2 ويساوي لنا ايش قد؟ 6 على 3 ويساوي لنا 2 متر يرجع مثل ما كان.
يعني إذا جمعناهم جمع جبري هاي المسافات. المسافة الأولى هذه 4 على 3، وهاي الثانية 2 على 3، إذا جمعناهم طلعنا 2 على 3. نرجع على الثانية هذه، إيش قد قيمتها هذه؟ راح تكون اف ار 30 2، راح يصير عندي 20 في 3 على 2، ويساوي لنا إيش قد؟ 30. هاي 30 المسافة من لا لينا إيش قد؟ 2 2 على 3 ال، وراح يكون 2 على 3 من الثلاثة، هذه راح تروح مع هذه، راح تبقى ايش قد؟ 2 متر. وهاي المسافة الثانية اللي متبقية منها ايش قد؟ 1 واحد على 2. يلا، والال ايش قد عندي؟ 1 على 3 ال، والال عندي 3، فراح يساوي عندي 1. واضحة؟ إذا أحد عنده استفسار خليه يسألني هسه قبل لا ننظر على البحث. طيب لو كان عندي بهالشكل هذا، وقلنا لك هذا يساوي لنا 20 نيوتن بير متر، سؤال لازم تسأله هنا شنو؟ ايش قد المسافات؟ المسافة مهمة، راح اقول لك هذه يساوي لنا 5 متر، وهذا يساوي لنا 3 متر. كيف راح نحوله هذا؟ دائما نبدي بايش؟ 20 في 5 تقسيم 2 تطلع 50. هذه نجي نحولها هنا، راح اكتب عليه اف ار 1. فالشيء راح يساوي لنا 20 نصف قاعدة في الارتفاع، نصف القاعدة المثلث، لأنه نصف القاعدة في الارتفاع اللي هو 20، وراح يساوي لنا ايش قد؟ 50 50 نيوتن. هذا 50 نيوتن على مسافة ايش قد من يعني هنا؟ هاي المسافة ايش قد؟ 3 لا هاي 5 متر، شلون 3؟ هي هاي أربعة ولا أربعة، ثلثين ال ال، فاثنين ثلثين على ولا ثلاثة من الخمسة يساوي لنا 10 على 3. العفو. أوكي، ظلت الثانية هاي المسافة أشهر يساوي لنا ثلث ثلثين من الخمسة، 5 على 3، فراح يساوي لنا 5 على 3. إذا جمعناهم اثنيناتهم لازم إيش قد يعطينا هاي المسافة كلها؟ طلع لنا 5. 5 نشوف 5 على 3 زائدا 10 على 3 احسن من 3، 5 زائدا 10 ويساوي لنا 15 على 3 ويساوي لنا 5 متر، صح؟ وهو 5 متر فعلا. يعني بالبساطة هذا ياخذ ثلثين وهذا ياخذ ثلث، واضح؟ مفهوم مفهوم دكتور. نرجع الثاني، هذا شلون بالوسط؟ هذه ليش بالوسط؟ المساحة متساوية. 20 في 30 مستطيع، هذا راح تكون، راح تكون ايش قد عندي؟ 20 نفس القاعدة هنا، 20 في 30 60 على 2. بالامتحان حتغلطون بي، حتكتبوا لي على 2 ليه؟ لا لا بدون 2. يا ستي المسافة منا لهنا ايش قد؟ 1.5 1.5، ومنا لهنا 1.5. واضحة؟ واضحة دكتور. طيب لو اخذنا بهالشكل هذا، وقلنا لك هذا 40 نيوتن لكل متر القاعدة، وهنا قلنا 20 نيوتن لكل متر. أوكي، هذا بي. وهذا حمل. ينقسم إلى مستطيل ومثلث. عافية. فش راح نسوي نحن هسه هنا؟ راح نجر خط مستطيل منه، ونقول هاي الأربعين نشيلها هسه، ونقسمها إلى جزئين، الجزء الأعلى، الجزء الأسفل هو نفس هذا. راح يكون 20. وهذا 40 ايش قد بقى؟ بقى 20. فراح يصير عندي قوتين،
الأولى لأنه شكل المعين مال هذا المستطيل راح أرسمه بالأسود راح يكون بالوسط الأزرق، راح يكون عندي اف ار 1 20 في المسافة 20 في هاي المسافة، لازم نقول هاي المسافة، خلينا نقول هاي المسافة كانت 6 متر. دكتور قال ان لول ايش قد؟ نعم هذه ان ايش قد؟ 100 هذه؟ لا الأخرى 40 الأخرى هذا من هنا؟ البل يسار 20 لا 20 نيوتن يكون. فهذه ايش قد راح تكون عندي؟ راح تكون عندي هاي نفس هاي 20، ف 20 في 9 اقسمها على 2؟ لا لا يعني مستطيل هو ايه 20 في 9 10 يساوي 180 نيوتن، هذا اللي هذا المستطيل. نعم شوف هذا المستطيل هسه راح طار، منو بقى عندي؟ بقى عندي ايه؟ مثلث بقى، بقى عندي هذا المثلث، ما ظل لون ما خليت لكم والله وكيل، بقى هذا المثلث. هذا المثلث القاعده مالته وين لازم يكون؟ يكون هنا بهذا الاتجاه، هذا راح يكون قريب البعد 6، هذا راح يكون عندي اف ار 2. الاف ار 2 ايش قد قيمته راح تكون عندي؟ اف ار 20 في 9 على 2. شوف القاعده مالته ايش قد منها لهنا؟ صح هي 40 بس راحت منها 20، بقت بس 20 نيوتن لكل 20 في 9 على 2 على 2 ليش؟ نصف القاعده في الارتفاع راح يساوي ايش قد؟ يساوي 90 60. طيب هذا 90 نيوتن المسافه منا لهنا ايش قد هذه؟ 3 3 ليش 3؟ لانه ال على 3 ف 9 على 3 يساوي ايش قد؟ يساوي 3 والمسافه منا لهنا ايش قد؟ 6 6 وهذه ايش قد؟ 4.5. نعم ممتاز 4.5 ومننا 4.5. واضحة هذه يا شباب؟ نعم. أحد عنده سؤال عليها؟ نشوف في امتحان نشوف إبداعاتك. طيب لو عندي بهالشكل هذا هذا 30 وهذا 20 نيوتن لكل متر وهذا 3 متر مثلثين ومستطيل 6 متر. كيف راح نحل هذا؟ طبعا هذه كلها احمال تجيك بالشكل هذا، يعني انت تتفرج عليها تشوفها عاديه، حمل موسع بهالطريقه. كيف راح نحله؟ راح ارجع الى المستطيل، راح ارجع اقول هذه احوله الى قوه هنا اف ار 1 يساوي ايش؟ هذا 30 نصف القاعده 30 في 30 نصف القاعده في الارتفاع ويساوي ايش؟ 90 45 صحيح؟ بقى الثانية هذا شو راح اسوي؟ ما طول شكله يعني متوازي مستطيل راح اجي اسوي له بهالطريقة واجي اقول ايه هذا لواحد بس هذا اخذناه لواحد وظل عندي ايه هذا بالازرق لواحد
هذا ايش قد راح يكون عندي؟ ماذا ايه هذا؟ الاسود اسود 30 ناقص 20 10 ولا جوا؟ لا نحن هسه نحكي على هذا، هذا جد راح يكون هسه هذا اف ار 20 في 6 احسن عندي 20 في 120 اقسمه على 2 لا 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 يا مستطيل مستطيل احسن 120 هاي المسافه مالته ايش قد نسيتها قبل لا نطلع منها هاي المسافه ايش قد هذا واحد هاي ثلث واحد وهذا 2 هذا ايش قد ثلاثة وهذا ايش قد ستة عفية لا تخافون زين هذا ايش قد ستة شوية الكاميرا تختار ثلاثة يا ها اليسرى ايه هاي أربعة أربعة لازم ما تغلطون حتى تعرفون شلون تاخذون عزوم أكيد ظلك الأسرع المثلث الأزرق المثلث الأزرق المثلث الأزرق إيش قد عندك المثلث الأزرق؟ 10 في راح يكون ستة. عندي 60 تقسيم 32 لازم نعرف القوة لازم تعرف إيش قد هاي 30 عندك نعم نص 20 ناش قد بقى بقت 10 بقت 10 10 نيوتن نص القاعدة 10 في 6 على 2 30 10 ويساوي ايش قد؟ 30 زين هاي المسافة مالتها ايش قد؟ 2 واحد اثنين هاي البقعة ايش قد منها لهنا؟ أربعة وهذه من هذه هنا ايش قد؟ ثلاثة شوف هسه اذا عرفنا نبسطه راح نقول شو نسوي؟ نجيب نفس هذا البيم هنا نحطه نفس الطول مالته ونقول على نفس الامتداد مال هذا من الاعلى نجي ونحطه هنا نقول هذا اف ار 1 ويساوي ايش قد؟ 45 على مسافة ايش قد؟ 2 متر منه الثاني ايش قد؟ على مسافة ايش قد؟ اف ار 3 اللي هسه حسبناه وقلنا ايش قد؟ 30 على مسافة منه ايش قد؟ قلنا 4 متر وصحيح؟ الاخر ايش قد؟ هنا كان اف ار 2 كان وش كان 120 على مسافة ايش قد منا؟ 3 متر. هسه شوف كل المسافات معلومة. وكله ايش معلوم بعد؟ هذا 2 هاي المسافة بين هذه وهذا ايش قد؟ زين المسافة بين اي هذا وهذا ايش قد؟ شوف 1 متر منا و2 متر 3 متر. شوف هسه إذا قسنا الطول كله 2 زائد 3 2 زائد 3 كله 9 يصير 3 و 6 2 و 3 5 و 4 5 5 و 4 9 شوف الطول اللي هنا 6 زائد 3 6 9 إذا نفس الطول أوكي فشوف من كان شكل معقد حول إلى شكل بسيط بيم علينا قوة ومسافات متساوية مسافات معلومة دكتور الشاشة ما واضحة مني تطلع بيضة يعني بيضة صافية يعني إذا تطلع بيضة صافية يعني نيتك صافية ماكو كل شيء يا دكتور هذه يعني البقية كلكم واضحة عندكم الشاشة مو واضحة واضحة عند اللي ما واضحة عنده يطلع ويرجع يفوت مرة الأخ يعني يطلع ويرجع طب مرة ثانية واضح؟ طيب هاي المسألة ناخذ بعد أمثلة أخرى عليها لو واضحة ناخذ أمثلة
طيب لو عندي بهالشكل هذا وقلنا لك هذا 20 20 وهذا 30 لو افترضنا انه هاي المسافة 3 متر وهذه ايضا 3 متر كيف راح نحن هاي؟ راح نجي اول وحدة راح نجي اول وحدة على هذه شوف مع القاعدة ما اجي على الراس على القاعدة وش قد اقول هذه؟ أول شيء راح أخلي المسافة. هاي المسافة إيش قد؟ واحد. وهاي هذا إيش قد إفعال؟ أسوي نصف القاعدة في الارتفاع اللي هو 20. 20 في 3 على 2 30. أسوي لها 3. ظلت هذه. هذه شو راح أسوي لها؟ متوازي مستطيلات مو مثلث. اللي أسوي لها وش؟ أقول هذه اللي بقت إيش قد؟ هاي إلى هنا 30 نيوتن 10 هذا نيوتن لكل متر وهذه إيش قد؟ 20 نيوتن لكل متر شوف 20 إذا جمعناها ترجع تصير 30 واضح؟ نجي هسه نقول هذه اف ار 20 في 3 60 بالضبط راح يكون عندي 20 في 3 على 2 لا ليش؟ لان مستطيل راح يكون عندي 60 هاي المسافة ايش قد؟ 1.5 الأخرى هذه 10 في 3 على 2 تطلع 15 راح يكون 10 في 3 على 2 ويساوي ايش قد؟ 15 15 هاي المسافة من هنا ايش قد؟ 1 وهاي 2 واضح؟ إذا هسه رجعنا سويناهم بيم عادي راح نجيب هذه ونجيب الصفرة والثانية الصغيرة هذه ايش قد قلنا؟ 30 صحيح؟ نيوتن وهذه عندي 60 نيوتن وهاي الصغيرة 15 نيوتن هاي المسافة ايش قد؟ 1 متر هذه 1.5 متر وهذه من إذا أشوف لي هنا إيش قد؟ أقول 3 و 3 6 ناقص 1 5 هسه لو أريد آخذ العزم حولي أي find moment about نقول 15 في 1 عفيا شوف راح نقول sigma moment أي راح نقول 15 في المسافة نخليها ببراكت مثل ما موجود قدامكم في واحد في واحد لا هذا يدور في ونص ثاني وين يدور نفس الاتجاه زائد لا 60 60 أوس مسافة ايش قد؟ 1.5 زائدا 30 في 5 ايش قد تطلع لنا؟
255 وحدتها شو راح تكون؟ شوف نيوتن نيوتن لكل متر. ليش؟ إنه هذا نيوتن وهذا متر مضروب، وحدتها راح تكون نيوتن لكل متر. 150 150 30 50. ما غلطانين بهذا الرقم؟ أنا شوف هي حسبت طلع غير رقم. واضحة هذه المسألة؟ أكو بها إشكال؟ أحد ما واضحة عنده شغلة معينة خلي يقول لي عليها. طيب نرجع للPowerPoint presentation هسا حتى نشوف نحل المسائل. واضحة الصورة عندكم يا شباب؟ نعم دكتور. طيب هسه مثلا إذا أريد نحل هاي المسألة الأولى، شو عندي؟ عندي 15 مستطيلين باتجاهين، باتجاه مستطيل وباتجاه ثاني مستطيل، يعني متوازي مستطيلات، وبعدين مثلث آخر شيء اللي هو على الموجب العديد. صار مثلثين وثلاث مثلثات ومستطيل. ثلاث مثلثات ومستطيل نكتبها عليهم. هاي ايش نجر خط من العشرة؟ هذه منا نجر خط هالشكل صح، ونقول هذه الثانية القوة. خلينا نجيب هذه هسه. هذه الأولى ايش قد؟ هذه شلون تكون قريبة على اليمن؟ قريبة على هاي. ايش قد قيمتها هذه راح تكون؟ 15. مباشرة نكتب 15 ولا نكتبها على كيفنا؟
10 في 3 على 2 يساوي 15. راح نكتب 10 او يساوي ونقول اف ار حتى اف ار 1 يساوي لي ليه 15 يساوي نصف القاعدة 0.5 نصف القاعدة في القاعدة اشقد 3 في الارتفاع اشقد 10 يساوي اشقد 15 ولا ننسى الوحدة نيوتن او هنا ايش مكتوب كيلو نيوتن هذه الثانية خلينا نخليها بلون آخر. الأخرى شلون راح تكون عندي؟ 10 في 30 لهذا إيش قد راح تكون عندي؟ FR2 راح تكون عندي 0.5 ماكو تنشح راح يصير عندي ايش قد؟ 10 في 30 يساوي لنا ايش قد؟ 30 نيوتن او كيلو نيوتن. دكتور ليش ما اخذ لك قوه 15 على المستطيل؟ عشان ابوي قوه 15 هاي 15 كيلو نيوتن على المستطيل اخذناه. إيه لأنه هذا إلى هنا 15 إذا أخذنا كأنما نحن وين عم مد الخط كأنما هي الشكل راح يصير عندي يصير الشكل يصير فد يصير شيء كبير تمام أسيس المنطق ليش لأنه إيه هذا 10 العشرة وين صارت خلينا نسويها بدون تفضيل حتى يعني العشرة توزعت على المثلث وعلى المستطيل بالضبط واضحة؟ ظلت عندي ياهي المثلث الآخر المثلث الآخر المثلث الفوق أو المرة حتى ما ننساه إيه خمسة في ثلاثة على اثنين سبعة ونص سبعة ونص هذا راح يصير ثلاثة 0.5 ثلاثة في ايش قد؟ القاعدة 3 في 5 ليش 5؟ ليش مو 15؟ مو هي 15 ناقص 10 10 ظن 5 هنا ايش قد؟ راح في هذه ايش قد؟ 5 واضحة؟ هاي 5 فلازم تكون نصف القاعدة في ارتفاع في 5 وتساوي ايش قد؟ 7.5 ايه 7.5 ظلت ايه ما هي ظلت ايه هاي بس ظلت هاي اخر وشلون تكون لازم تكون قريبة على القاعدة من هالاتجاه؟ قيمتها ايش قد راح تكون هاي؟ 22.5 ار 4 هاي ما ننساها 0.5 نصف القاعدة في ارتفاع 3 في الارتفاع الكلي، الارتفاع الكلي ايش قد هنا؟ 15 قبل لا تروح حتى هاي حتى 15 كيف يساوي لنا المجموع؟ 22.5 22.5 بس على البيم هذا صار علينا كل الأحمال معلومة يعني نشيل هذا المستطيل والمثلثات الموجودة وراء نحط بمكانه هاي الأحمال المركزة المسافات هاي المسافة ايش قد منا لي هنا؟ واحد وهاي المسافة راح تكون واحد
طيب وهاي المسافة من هنا لهنا؟ 1.5. بالضبط، هذه راح تكون عندي 1.5، وهذه اللخ الثانية ايش قد؟ هم 1. هم 1. هذه ايش قد؟ 1. هذه منها 1. هسه المسافات كلها صارت معلومة، وتحول الشكل إلى شكل سهل. أحد عنده سؤال عليها هاي؟ سهلة مو تمام سهلة. خلي نشوف الأمثلة البقية، تختاروا لنا واحدة منهم ونحلها. شوفوا هذه حلينا واحدة تشبهها مو صحيح؟ قبل شوي. تريدون نحل هذا السؤال 148؟ نحل هذا السؤال 148؟ يلا حله. شوف هذا السؤال شوية بينفرق. ليش؟ يقول لك هذا موجود حمل عبارة عن طابوق مصفر على هذا البين أو بلوك، هذا على شكل مثلث. القاعدة مالته راح تكون شقد 200 نيوتن لكل متر، وتبدي تتناقص لحد ما تصل النقطة أي وتكون الحمل بيها صفر. مسنود على مجموعة من البلوكات أو طابوق، بالبداية يم نقطة أي المسافة مالتهم على نص متر، وقال لك هذا الرد الفعل اللي راح يصير هنا شقد 75 نيوتن لكل متر نحو الأعلى. يقول لك ايش قد راح يحتاج يكون رد الفعل، وايش قد يحتاج احط طابوق تحت المسند الثاني اللي هو جوا دي، يعني يحتاج يعرف دي ويحتاج يعرف دبليو. واضح؟ نحول على الكاميرا هنا حتى تشوفوها. هذه معلومة منها اللي هي ايش قدها 75 نيوتن لكل متر، وهذا 0.5 متر. قلنا احنا يريد يعرف القوة ايش قد، هاي دبليو ايش قد وهاي دي ايش قد. إذا قال لك مجموع هاي الأوزان هنا ميتين نيوتن لكل متر، وهاي المسافة قال لك 3 متر، كيف راح نحل المسألة هذه؟ أول شيء راح أوجد FR. اي شيء معلوم، اي شيء اعرف احله بالبدايه استخرجه واحطه على جنب. فعندي 200 في 3 على 2 مو تمام؟ ف 300 200 راح نكتب الشكل اف ار اساوي 200 في 3 على 2 ويساوي لنا 300 نيوتن. ظل عندي هذا الثاني، هذه ايضا ممكن اطلع المحصلة مالته اللي هي ايش قد راح تكون عندي اف ار 2 نضرب 75 في 0.5 0.5 ايش قد يعطينا؟ 37.5 نيوتن. ظل عندي هذا الثاني، هذا الثاني ايش قد قيمته؟ المحصلة مالته دي في دبليو مجهولة، مجهولة عافية. دبليو في كم مجهول عندي؟ مجهولين. يعني شوف حتى يصير توازن هاي القوة مجموعهم اللي اعتبروا نحو الأسفل راح ايش يساوي لنا؟ اكو قوة مقابلهم، لأن قانون نيوتن ايش يقول؟ يقول لكل فعل رد فعل يساوي المقدار ويعكسه بالجهة.
مجموع هاي القوة لازم يساوي مجموع القوة نحو الأسفل. شوف إيش كده عندي نحو الأسفل، عندي هاي 200 وين أو هاي 300 وين هتروح؟ هتروح نحو الأسفل. نحو الأسفل. فنقول 200 نحو الأسفل. لازم شكو مقابل يساوي 300 37.5 يساوي 37.5 زائد منو يعاونه؟ يعاونه إيه هذا؟ شوف هذا اتجاه وين؟ دبليو في دي هذا زائد دبليو في دي. شوف هسه أبسطه هذا شوي أحوله، شو راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 300 تقسيم 37.5 مو تقسيم ناقص مو تقسيم ناقص هو لا صح. فايش قد راح يظل عندي دبليو دي؟ 262.5 بعد ايش عندي مجهول؟ عندي مجهول دبليو دي. بس بالسؤال اذا تقرا شو يقول لك؟ يقول لك اذا سويت العزم حول نقطة اي راح يكون عندي صفر. يقول لك بالسؤال determine the required intensity W، يقول لك مجموع الحمل هذا W حدد لي قيمته ايش كذا، and determine D of the right support للمسند بالجهة اليمنى. That the resultant force and the couple moment about point A of the system are both zero. يقول لك إذا أخذت العزم حول النقطة A فالمفروض يساوينا صفر. فنجي ناخذ العزم حول نقطة A، هاي نقطة A هنا. شوفوا أنا واقف على A، حاطط إصبعي على A، هذا شلون يداور؟ يداور بهذا الاتجاه. عقارب الساعة؟ إيه بالضبط، ما لنا دخل مومنت. About A. Equal to zero. هذا منو قال لك هو بالسؤال given. فشوف عندي ايش قد عندي؟ عندي 300 والمسافه معلومه، ايش قد هاي المسافه؟ هاي كلها 3، هاي ايش قد بقت؟ 2 2 بقت. فعندي يساوي 0. عندي 300 في 2 بما اتجاه؟ باتجاه عقرب الساعة. 300 في 2 باتجاه عقرب الساعة. شوف الثانية شلون اي 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 روح اذا انا اصبعت هنا. شوف هذا الشكل ايفر. هذا شلون ايفر؟ اذا انا اصبعت شوف ما عاد احركها. عكس عقرب الساعة. وهذا الثاني شلون يدور؟ عكس عقرب الساعة. فش راح عندي؟ ناقص لازم اخلي ناقص ايش قد عندي؟ 37.5 في هاي المسافة. المسافة ايش قد منها لهنا؟ نصها هاي اللي هي 0.25 او ايش قد 0.5 على 2. دائما المسافة حطها براكت مثل هذا واضح؟ في نص المسافة هذه هذه نصها ايش قد؟ ربع. راح يكون في ربع لهذا القوة. ظل عندي يا قوة هاي الثانية. القوة الثانية ايش قد؟ W في D ناقص أيضا القوة ايش قد؟ W في D في المسافة. المسافة منا لحد هنا ايش قد عندي المسافة؟ هذه D over 2 صحيح؟ وهاي كلها 3. فالبقية البقية البقة هنا ايش قد هاي؟ من هنا 3 ناقصا دي اوفر 2 واضح؟ في 3 ناقصا دي اوفر 2. نجي هنا دبليو دي ايش قد يساوي لنا؟ اي هذا دبليو دي حطه هنا من هنا مجهول منه؟ دي اطلع الدي احطه هنا واطلع واضح؟ مسألة حيل سهلة. شوف هنا راح اساوي لنا صفر 300 في 2 600 ناقصا 37
ونص 3.9375 نعم، هاي المسألة اللي خش قدرات 260 هذا جبناه من هذا ثلاثة ناقص دي أوفر هذه نحولها على صفحة هذول نطرحهم بس خلينا نشوف نطرحهم ايش غادي يصير عندنا 600 ناقص هذا ايش غادي يبقى؟ بقى 590 1625 ناقص 262 ونص شوف هذا نحوله على الصفحة راح يصير 262.5 في 3 ناقص دي على 2 ويساوي ايش ذا؟ هسه اقسم ايش راح يساوي لنا هذا؟ هذا وسط هذه بس رياضيات هذه ما فرق شيء يعني صحيح هاي بشوف شو راح يصير عندي راح يصير عندي ناقصا دي على 2 يساوي 2.25 ناقصا 3 ايش راح يساوي لنا ناقص دي على 2 راح يساوي لي هذا ليش خلي يبقى ناقص 0.75 هذا الناقص مع هذا الناقص يروح معناته دي ايش قد لازم يكون واحد ونص متر واضح زين اذا واحد ونص متر اعوضه هوني الدبليو مجهول واحد ونص موجود ايش اللي يعطينا دبليو راح يصير عندي 262 ونص على واحد ونص مية وخمسة وسبعين نيوتن لكل متر واضح معناته ايه هذا القاعدة كانت مية وخمسة وسبعين نيوتن لكل متر وهذا دي يساوي لنا واحد ونص متر حتى يشيل هذا المنظومة الأحمر اوكي شوفوا الأمثلة البقية حتى بس تطلعون عليها أيضا الباقي أيضا سهلين يعني ما فات شيء شوفوا مثلا هذه النقطة هذه حلينا وحدة تشبهها ما تمام 144 حلينا وحدة تشبهها هذه أيضا ممكن نحلها إذا تحبون 150 هم سهلين كلهم سهلين هذول الكير لا تحسبوا لا تشتغلوا ما داخل الكير اوكي يا شباب طيب تشوفون 100 هذا السؤال اللي هو هذه المسألة نحل هذه؟ ايه دكتور اي نعم دكتور نحلها هذه
هذا على الحمل الموزع هوني، هذا الحمل الموزع مقداره 50 باوند لكل فوت، وهذا 4 فوت. من هوني ايضا عنده 50 باوند، بس بالقاعدة ايش قد يصير؟ يصير 100 باوند. هذا الوتر مالته 6 متر 6 فوت، وهاي الزاوية 60 درجة، وهون عندي سبورت 2 سبورت، وهون رولر سبورت. واضح؟ كيف راح نحل هاي المسألة؟ راح نقول أول شيء هذا سهل، راح يكون عندي البقية الأمثلة لازم تحلوها أنتم يا شباب، كل ده تحلوها ومن تخلصون بقية الأمثلة حتى بس هذه أسأل أسدة، هذه أكو حلوهم البقية كلهم جميع الأمثلة، ما صعب يعني حل سهل. الأمثلة مع الكفل أيضا نسيت أقلك، مع العزوم مع الكفل أيضا الوركشيت واحد أيضا حلونه كله. وسما نخلص هم نأخذ فقط مثال من أي واحد إذا تحبون حتى نحله، أي مثال من يعجبكم من هذولي ممكن نحله. واضح دكتور؟ هذا هومورك يعني دلتك يا. لا حلونه أنتم، لا تبعثوا لي بس حلونه أنتم، أنا أجيب من عندي واحد سؤال لكم. أوكي إن شاء الله تجيكم أسئلة. واضح؟ من خلص أيضا راح أعطيكم مسألة عليها، بس خلي أوقف البرزنتيشن حتى نأخذ على طول. طيب هسه عندكم هذا البيم عليه نوعين من الأحمال، الحمل الموزع مثل ما موجود عندكم هسه 50، واللاخ يبدأ ب 50 ينتهي ب 100. كيف راح نحوله؟ نحوله بهالطريقة، هذا راح يكون ايش قال عندي؟ قيمته FR1 قيمته 50 في 4 على 2؟ لا ما يحتاج، الرشيد راح يكون عندي 200 نيوت يعني 200 باوند. ضل هذا، هذا ايضا بما انه غير هذا راح اقطعه، اقول ايه هذا 50 وايه هذا 50، اللي بقى كم؟ النيوت 50 باوند. واضح؟ فأرجع أقول هذا باللون الأزرق لوحده مستقيم، وباللون الأسود لوحده. شوف، وأيضا لازم يكون أشهر عمودي على البين جاهز حمل هذا مستطيل. هذا ايش راح يكون عندي؟ FR2 القاعدة ايش قد؟ 6 نصف، القاعدة 6 في الارتفاع 50 باوند، ايش قد يساوي لنا؟ 150. ضل عندي ايش؟ ضل عندي ايه هذا اللي بعد، عشان راح يكون عندي FR3 راح يكون عندي مستطيل، بس ما أخذ 100، أخذ إيش قد؟ أخذ الفضلة لأن 50 منها راحت، أخذ بس إهادة يعني هاي 100 من هون إلى هون كلها 100. بينما أنا مستطيل لو مثلث دكتور، المثلث من تشوفني عاد أحطه قريب من القاعدة تعرف إنه هذا مثلث، راح يكون عندي نصف القاعدة، قاعدة 6 في الارتفاع، الارتفاع ايش قد؟ هو 100 كان، بس 50 راح مع المستطيل، بل بس 50
دكتور بالنسبة للمستطيل مع غير هذا المثلث؟ هذا أسع المثلث نحن عن نحن. هو المستطيل أخذنا نصف بالنسبة للمستطيل هو مثلث لا خطأ. هاي خطأ هاي خطأ. هاي 300. المستطيل يطلع 300. إيه غيرتنا هون أنا تعبان 50 في 6 أو أوكي. هسا هاي راح تطلع لنا شقد 150 واضح. نجي المسافات مهمة جدا. هاي المسافة شقد 3 3 وهاي المسافة 1 لا 2 دكتور وهاي المسافة شقد هاي 4 وهاي المسافة 3 3 زين. هسه نفس هذا السؤال أريدكم بس طلعوا لي مسافات هذا شقد قلنا 200 صحيح؟ هذا نقول من فوق هذا 200 حطونه حطيتونه هون هذا بالوسط شقد 300 هاي المسافة من هون إلى هون شقد 3 متر أنت قلت وهذا 3 عندنا هذه الثانية شقد 150 على مسافة شقد على مسافة 2 متر وهي نقطة اي اوكي هذه اللي بقت منا لهنا شقد قلنا 4 متر لو أريد آخذ عزم حول نقطة أي إذا سألك بالسؤال find the moment 150 في 2 عافية ليش المسافة عمودية 30 هاي 30 قوى اللخ إيه 300 300 في 3 في 3 وبعدين عندك هاي المسافة هاي القوة في 6 ما؟ اي بس تحتاج ايه هاي المسافة اللخ تمام هاي ايش قد ذاتي هذه من هون الى اي هون معلومة مو تمام؟ ايش قد هذه؟ هذه 4 2 6 كوساين 60 يعني 2 يا هذه ايش قد راح تكون عندي؟ عندي ايه هذه 2 متر ضلت ايه هذه؟ هذه عندك كلتا 6 وعندك الزاوية 30 فايش راح يساوينا؟ راح يساوينا 6 وبما انه هو مجاور راح يصير كوساين ايش قد 60 مو 30 اعتقد 60 6 كوساين 60 او 6 ساين 30 5 اوكي ليش 30 يصير دكتور هذا لا رجع ف 6 ساين دكتور هذا الزاويه موجود بالسؤال؟ اي موجود بالسؤال احيانا اوكي فست فالمسافة هذه ايش راح تطلع عندي؟ الاثنين زائدا 5 كوساين 30 كوساين 60 5 تطلع تطلع 5 5 4 اوكي ايه لان كوساين 60 نصف 3 3 زائد 2 5 متر معناته اذا اخذنا السيجما مو متحول لاي اريده انا السيجما مو متحول لاي ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 150 شوف المسافة العمودية دائما المسافة ايش خلينا براكت هالشكل وفي المسافة ايش قد ذاتي 2 متر زائد الثانية 300 المسافة العمودية 90 درجة ايش قد ذاتي 3 من ايه هوني 3 متر وهذه من هوني الى ايه هوني 2 متر ليش انهم قاعدة شوف هذا اي داور ريال اتجاه باتجاه لا داور ريال اتجاه هذا ايضا اي داور ريال اتجاه اتجاه كلتهم اي داور نفس الاتجاه فزائد 200 في هاي المسافة ايش قد 5 ويساوي لنا ايش قد
2200 2200 2200 شوف وحدته ايش راح يكون عندي فاوند طبعا هذا فوت لازم نفوت هاي كله فوت دكتور 2000 مو 1000 2200 طبعا هاي كلها مسافات فوت يا شباب انا هون كنا راح نسانع الفوت 2200 دكتور 2200 شوف باوند لكل ايش لكل فوت لازم الوحده يكون ويكون اشارته ايضا تخلي له هالشكل سهم تكتب عليه ايش شوف عليه باتجاه عقرب الساعه كلوك وايز تكتب القيمه الوحده الاشاره والرمز كل هذه لازم تخليها مع لازم حتى ايش حتى تفهم كيف حيصير الرسم واضح اريد كم بقيه الامثله كلها تحلوها مع الديستريبيوتد لود اوكي نرجع الساعه راح بس اعرض لكم هذه تشوفونه دكتور بس بانك بالنسبه للجروبات يعني اذا قبل محاضرتين ما ادري المحاضره اللي قبلها سويت لنا جروبات بس مش موجود بيها فانا صرت يعني قلت اسوي روحي جروب دي نسيت الواجب عادي ماكو مشكله ما مشكله يا شباب الجروبات كلتكم اي جروب عملناه له سوا اقعدوا سوا وحلوا الواجبات تحطوا الشيت معاكم تفتح زوم او تفتح ميت او تفتح هانجينج اوت وتدعوا زملائك اللي بالجروب كلتكم واحد يدعي زميل الاخر يعني اربعتكم اربعه او خمسه تقعدون سوا واضحين بس كل واحد من بيته وقعدوا حلوا هاي الاسئله كلتها ناقشوا بيها كلها سؤال نرجع بس قبل هذه بس طبعا طيب هسه هذه واضحه هذه الصور هسه اذا اردت السؤال نحل يا سؤال خلينا نقول لو طلبنا منكم تحلون سؤال السؤال 4 5 4 5 شوف يريد العزم حول نقطة O واضح السؤال قدامكم كلكم يا شباب؟ نعم نعم لو طلب منكم أوجد العزم حول نقطة O كيف راح يكون حل السؤال؟ هذا الخمسين بما أنه مع الزاوية 60 راح يعمل لنا مركبتين مو صحيح؟ راح يعمل لنا مركبة شاقولية ايش قدرات المركبة الشاقولية؟ 50 ساين 60 3 4 40 3 بالضبط 4 واللاف هذا الثاني ايش راح يكون عندي بالعكس الاتجاه الاخر 25 الثاني ايش راح يكون عندي 50 كوساين 60 وايش راح يساوي؟ 25 نجي هذا ال 25 المسافة لازم أوجد المسافة الشاقولية شوف لازم أخلي خط منقط دائما تحط خط منقط حتى تبعد هاي المسافة عن هذه تحتاج تعرف فيها المسافة من هنا إلى هنا هاي المسافة ايش قد
200 ساين 45. راح تكون 200 ساين 45. ممتاز. يعني هاي المركبة اللي هي طلعت 25 واتجاهها شلون راح تكون؟ عكس عقرب الساعة. واضح؟ اتجاهها عكس عقرب الساعة. ليش اتجاه عكس عقرب الساعة؟ باو عليها شوف شلون صار. شوف شلون تدور، تدور بهالشكل هذا تدور. حول هاي النقطة شو أعتبرها؟ أعتبرها عكس عقرب الساعة، صحيح؟ فاكتبوا علي قدامكم الورقة راح يساوي لنا سيجما مو متحول أو يساوي 25 أو 50 كوساين 60 في براكت قوس من هذا الكبير. المسافة إيش قد راح تكون عندي؟ 200 ساين 45 تطلع 141. 141 واتجاهه عكس عقرب الساعة. ال 200 ساين ال 45 141. اوكي استاذ كره تطلع 3500. كومبوننت اخر اسأل رجع 50 ساين 60 ايش قد يساوي لنا 50 ساين 60؟ 43.3. هاي في المسافه ايش قد راح تكون عندي؟ لازم ايضا اجي خط مثل هذا الخط احطه هنا. انا هالشكل ارسم، لازم اريدك بالامتحان او بالمساله اللي تجي بهالطريقه ترسمها، ترسم خط متقطع. واضح؟ هذا الخط المتقطع يمر بهذا وتجي النقطة المراد منها القياس من نقطة O وتروح مسافة. إيش هو مسافة؟ مسافة عمودية. 100 + 200 ساين كوساين 45. وهاي المسافة لازم شلون تكون منها قائمة، وهذا شلون يكون من المكان قائم. فتحتاج عندك 100 و100 صارت 200، بس عندك 200 زائدا 200 كوساين 45. هذول مضروبين في مضروبين في هذا العزم في هاي القوه. اللي هي 40 واتجاهها شلون؟ اتجاهها شلون ادور اتجاهها؟ مع عقارب الساعه. مع عقارب الساعه عكس عكس الاولى. هالشكل صار. الثانيه عداوه عكسها. فهذه راح تكون القوة الأولى، الفاليو الأول، الكمية الأولى اللي حسبناها تطرحها من الكمية الثانية تنطيك العزم حول نقطة O. إذا طلعت الإشارة موجبة تقول أوكي، إذا طلعت سالبة تعكسها وتقول عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة. بس هذه تطلع مع عقارب الساعة المحصلة النهائية. واضح؟ حلوا بقية الأمثلة، بقية الأسئلة كلها تحلوا. مثل هذا تحلوا يا مركبات وتجوز العزم حوله. حلوا كلها الأمثلة، كلها أمثلة سهلة. راح انزل لكم هذا الشيت والشيت مال ديستريبيوت اللود وقعدوا كجروبات وقعدوا حلوهم. طبعا الاسئله تيجي من هاي واضح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. احد عنده سؤال؟ عنده سؤال خليه يسال. ما عنده سؤال خليه يسال. دكتور؟ نعم. دكتور بلا زحمة عليك، بس على مود الجروبات. ايه. يعني نطيق احنا نشكل لنا الجروبات يعني كاعضاء؟ بكيفكم، يعني انا هسه اول جروب اعطيناكم تشتغلون سوا، انا افضل تضلون تشتغلون سوا، هذا جروب دراسي، خلونا نشتغل سوا. تمام. بس دكتور يعني بس خلي احكي دكتور يعني بس خلي احكي. واذا تحبون مثلا اكثر من جروب يشتغل، مثلا جروب اي وجروب بي يقعدون سوا يشتغلون، ماكو مشكله، قعدوا سوا اشتغلوا. المهم بس ايش؟ تقعدون سوا تدرسون. بس تمام. بس احنا يعني مثلا انا عندي يعني جروب من الفصل الاول،
ندرس سوا. اجتمعوا وقعدوا. تمام. واغلب الطلاب هم هكذا نفس الكلام. اجتمعوا باي طريقه ثانيه، تساعدوا واحد يساعد الاخ، واحد يقرا الاخ، اذا احتجت تمشي يسالون. اوكي، حضروا اسئلتكم محاضره جاي، اول 10 دقائق اجاوبكم على اي اسئله عندكم ما كانت واضحه. اوكي، حتى ندخل على موضوع مهم جدا اللي هو التوازن. تمام. اوكي يا شباب، يلا نتمنى لكم الصحه والسلامه جميعا، ومع السلامه. شكرا دكتور.
نور الدين، نور الدين اليابا وينك؟ بطل بوبجي، انتهت المحاضرة. نور نور ما يفيد ولا يلعب بوبجي وما يعرف انتهت المحاضرة. نور الدين، نور الدين ويا بقعد، انتهت المحاضرة. قعد يا معود. ويا بقى ما ظل أحد، بس احنا. عايز سجل. نوري واليابا قاعدوا قاعدوا، انتهت المحاضرة. أجالوا هذا عبد الرزاق. لا أحمد قاعد النوري قاعدوا والله ما أعرف إيش أخبره. السلام عليكم نوري. خلصت المحاضرة. لا زي الله ما أعرف إيش قد أصيحك معود. والصلاة والخلفات والتعوص وخلينا محسن. يلا يا با رجالك. يلا بعد مقدمة. هلا يا معنا.